بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين لجيل. مرحبا بكم في هذا الفيديو الصغيرة، أتمنى تكون بألف خير. وخا هذه الجملة غير ستة الفيديو في الصغر غادي نشرح فيها الاناليز ليكسيكال وسانتاكسيك كيفاش كتخدم. دابا حنا قدام واحد البروغرام باسكال، بروغرام تيست 11 بوان فيرغول كونست. الاناليز ليكسيكال راه سامبل، الغرض من الاناليز ليكسيكال هو نستخرجو لي ليكسيم ولا التوكنز. يعني شنو هو؟ يعني فاش كندخلوا داك البروغرام ولا داك السكريبت ديالنا بواحد اللونغاج، حيت كنبغي نكومبيلي وكندوزو من اول فاز، هي الاناليز ليكسيكال اللي الهدف منها هو ان البروغرام كيتعرف على اي كلمه اي مو. يعني خصو يتعرف على بروغرام، يتعرف على تيست 11 بوان فيرغول، يتعرف على كونست، كيتعرف على اي حاجه. ولا غير شنو كتقول اونينيورون اي حاجه، ما نزيدنا حتى شي حاجه، اللي هما مثلا لي زيسباس. مثلا كان واحد لي سباس، واحد لي غوتور على لين، على سبيل المثال واحد لي طابيلاسيون، هادو كامل ما كيغيروا والو، حيت هادشي كيبقى في الاخر غير خوا. يعني واحد لو فيد اللي مازيد ما كيغير والو في البروغرام ديالنا. هادشي في هاد النوع ديال لي لونغاج. لو اننا كنا في بيتون، طابيلاسيون راه كتولي طابيلاسيون بحد ذاتها راه كتولي ليكسيم، فهمتوا البلان؟ دابا ولكن في هاد لي لونغاج بحال الجافا بحال هادي ما كيعنيو حتى شي حاجه. داكشي باش كنديروا الاقواس ودي، ما غاديش ندخل في الديتاي. يعني لا فاز ليكسيكال الهدف منها هو ان الكومبيلاتور كيتعرف على لي ليكسيم لي توكن، ولي توكن كيتعرف عليه سو فورم ديال كلاس ليكسيكال. كيفاش؟ دابا قلت لكم شنو تيست 11 مع توتو مع اكس مع ايغريك كامل شنو كيمثلوا؟ كيمثلوا دي زيدونتيفيون، متفقين؟ كامل كيمثلوا اسماء دي فاريابل ولا دي كونستانت. وشحال من فاريابل، شحال من سميه كاينه في العالم؟ الى انفينيتي. والبروغرام والكومبيلاتور كيكون فيه كود كيتعرف على انفينيتي، امبوسيبل نكتبوا انفينيتي. يعني ببساطه شنو؟ يعني فاش كنلقاو تيست 11 خص الكومبيلاتور يعرفها بانها ايدونتيفيون. تكون تيست 11 تيست 12 تيست وراها 10 د الاصفار وراها عاود تيست، ما كيهمش. يعني هو البروغرام كيفاش كيوصلوا الريزولتا في لا فاز ليكسيكال شنو كيخرج؟ كيخرج هو بانها لقى بروغرام توكن. علاش؟ لان بروغرام كيورد، والكيوردز في اي لونغاج كيشكلوا بحد ذاتهم، كيشكلوا كلاس ليكسيكال، يعني كيكونوا قائمين بحد ذاتهم. بحال في بيتون اف الز ديف دي او اف، باش كنعرفوا لي فونكسيون راه كيورد. هو راه فاش كيوصل لها كيعرف بان اللي جاي في الاناليز داك سي سانتاكس، كيعرف اللي جاي راه جاي واحد ديفينيسيون ديال واحد لا فونكسيون. يعني ديف خصو يعرف بان لقى ديف، ما غاديش نقولوا راه لقى سميه لا، ولا راه لقى اف بحد ذاتها قائمه بحد ذاتها، يعني كتكون هي كلاس ليكسيكال. كلاس ليكسيكال ببساطه هي واحد الكلمات اللي كيكونوا كيشتركوا في واحد الحاجه، كيشتركوا في واحد الخاصيات. دابا البروغرام بحد ذاتها كلاس ليكسيكال، ولكن تيست 11 توتو اكس ايغريك ما غاديش نسموه تيست 11 ونعاودو نقولو راه لقينا توتو، حيت هو ما كيعرفش شناهي توتو، ولكن خصو يعرف بان راه لقى سميه اللي ما كتنتميش للونغاج، اللي هي بمثابه واحد ليدونتيفيون ديال شي فاريابل. صافي، فشنو كنديرو في الاناليز ليكسيكال؟ الاناليز ليكسيكال اول حاجه كنديفينيو عن نقش شويه لهادشي. اول حاجه هي هاد اول حاجه في هنا هي اخر حاجه قلت في هاد الهضره الاخرى. اول حاجه هي كنديفينيو لي كلاس ليكسيكال، ها هو ولا لي كود ليكسيكال. الكلاس ليكسيكال هما الكيوردز بلس داكشي اللي معرف في اللونغاج، بحال من بحال اي دي توكن ايدونتيفيون. هاد اي دي توكن هاد لي كلاس هادي ما يخلعوكمش، يعني غير اللونغاج، حيت كنبردوا له الريزلت هكا كيرجع له. كنقول له راه لقينا بروغرام توكن اللي قصدنا شنو هي، هي هاد الكلمه بروغرام. ما تسموهاش نتو بروغرام توكن، سموها بروغرام عادي، هي هكا كتكون باينه بان شنو لقى. صافي، لقى كونست توكن، فار توكن، بيجين توكن، انت توكن، اف توكن. هادو شنو كيعني؟ كيعني بان راه اف ذن فار بروغرام، هدناو بهذه الطريقه. واي دي توكن هي اي حاجه، اي سميه اللي خارجه على هاد لي فاري، اللي خارجه على هاد الاسماء اللي ما هي ما بروغرام ما بيكن ما عند، بحال دوك اللي شفنا دابا توتو اكس ايغريك اكس 12 اكس 13. صافي، بليس توكن راه بحد ذاتها مفهومه، هي بلوس موان ملتيبل ديف فيرغول افيكتاسيون اللي هي ايغال انفيريور سوبيريور سوبيريور او ايغال ديفيرون. هادي بارونتيز اوفرونت بارونتيز فيرمونت قوس مفتوح قوس مسدود وداكشي فان توكن. صافي، وهذه نيميرو توكن ارقم، وفي باسكال راه كاين هي لي زونتي، يعني 12 13 14 15 ما كيديروا حتى شي فرق، لي سونسيل هو انه رقم. صافي، يعني هذه اول حاجه كنديفينو هذا الكلاس انيميريت اللي هي انيم، اللي شنو فيها؟ فيها هاد لي توكن اللي هما بحد ذاتهم راه غير دي زونتي، يعني راه اي دي توكن راه هو صفر، وهذا راه خربقتي له الاوردر، راه كيولي غير الرقم، كيولي كيتعامل معاه هو البروسيسور هنا في السي، راه الرقم هادو
بحال اللي قلتي راه لقى جوج، شنو هي جوج؟ هي بروغرام توكن في هذه اللحظه لقى ثلاثه، يعني لقى كونست توكن صافي. يعني اول حاجه كنديفينيو هي ان كنبقى نهضروا بلي كلاس ليكسيكال صافي، كنقولوا راه لقينا فاريابل، لقينا بوين فيغول، لقينا افيكتاسيون، لقينا بارونتيز فيرمونت، لقينا غيومي، لقينا صافي. هذه اول حاجه كنبداو بها في الليكسيكال. المهم هاد فيشي، هاد الطريقه ديال لي بوينتورك كومون اوفغيغ ان فيشي، كيفاش كتفتح فيشي صافي، من بعد غادي نحتاجوها فوالا. تشار هذا لو كاركتر كورون. دابا لاناليز ليكسيكال كنبقى ندوزو على الفيشي حرف بحرف، واخا يكون اسباس كنبقى نقراو حرف بحرف حرف بحرف حرف بحرف. ها هي وهي غادي تبان لكم هنا لي كاركتر. هاد لا فونكسيون فوق ما كنعيطو عليها كتجد هاد الكاركتر كورون، هذا كيكون جلوبال، يعني الكومبيلاتور كيكون جلوبالمون كيكون عنده الحق انه يوصل له، يعني كل مره يقدر يعرف اش من كاركتر فين راه حابس صافي. بحال هكا، بحال غادي نجيو للبروغرام، نكحز هذا لهنا، بحال غادي نجيو لهنا للبروغرام، بحال كنقولوا هنا راه حاطين في بي، يعني اول مره غادي يقرا غادي يقرا بي، ولكن راه يردنا اسباس درت تابيلاسيون، اول كاركتر غادي يقرا هو سلاش تي اونتي سلاش تي، يعني غادي يقرا تابيلاسيون. هنا غادي يقرا بي حدا ار حدا او حدا جي حدا ار، يعني الفيشي كامل كيدوز حداه حتى الاند اوف فايل، حتى كيسالي كيبقى يقرا كاركتر بكاركتر صافي. يعني هاد لا فونكسيون فوق ما يطنا عليها اف جيتس، يعني اللي جيتس اللي هي فيشي جيت كاركتر. هاد الفيشي غادي نفتحو كل فوق ما عيطنا عليها كتهز داك الكاركتر سويو وتحطو في هاد الكاركتر، من بعد غادي نشوف التريتمون كيفاش. هاد لا ستريكتور اللي هي تيب سامبول كورون بسيطه. دابا كل حاجه لقاها كنقولو ها هي، ها شكون هي، واش من كلاس ليكسيكال فين كتنتمي. دابا بحال من مثلا بحال هاد تيست 11 طوطو 11 اكس ايغري، طوطو قلت لكم طوطو 11 طوطو اكس ايغري، كيفاش في الكومبيلاتور غادي تحطو؟ غادي تحطو تيست 11 اللي هو اي دي توكن، طوطو اللي هو اي دي توكن، اكس اللي هي اي دي توكن، ايغري اللي هي اي دي توكن. بروغرام كيفاش غادي تكتب؟ بروغرام كيما مكتوبه اللي هي اي دي توكن، داكشي اللي كنديرو. ها هو ها السميه درت هاد 20 حيت ما كيفوتوش 20 لي فاريابل، داكشي كامل ما كيفوتش 20 في باسكال. يعني ها السميه ديال ديك الكلمه اللي لقيناها، هادشي باش كنقول لكم ليكسيكال كيلقي غير الكلمات، اي كلمه لقاها كياناليزيها صافي. هذا هو ليكسيكال كياناليزيها وكيقول شنو نوعها بسيطه. يعني لو ان احنا بنادم جينا هذا نديرو لاناليز ليكسيكال شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا بروغرام اللي هو بروغرام توكن، تيست 11 اللي هو ايدونتيفيون، بوان فيرغول اللي هي بوان فيرغول توكن، كونست اللي هي كونست توكن، توتو اللي هي ايدونتيفيون توكن، ايغال اللي هي افيكتاسيون توكن، 21 اللي هي نيميرو توكن. بحال صافي البروغرام اللي هي راه بروغرام تيست 11 اللي هي راه ايدونتيفيون بوان فيرغول اللي قلت لكم بحد ذاتها هي راه كلاس ليكسيكال بوان فيرغول صافي. لاناليز ليكسيكال راه بسيطه وكنديفينيو جلوبالمون. جلوبالمون لو سامبول كورون فين راحنا وصلنا، هادشي كامل كيديفينا جلوبالمون. علاش؟ باش يولي لاكسيليه، باش كنبقى ندوزو، حيت هو دروك كيما قالنا استاذ ليكسيكال والسانتاكسي دوك ندوز للسانتاكسي كيدوزو دقه وحده صافي. ما عند داكشي واخا نخزنوه ما كيتخزنش، ما لايق والو، ليسونسييل هو حنا كندوزو واش داكشي صحيح ولا خاطئ صافي. خليو عليكم هاد لا فونكسيون ليغمو، وخليو عليكم هاد لا فونكسيون اللي تابعه ليغ نومبر، نجيو للسامبول سويفون. هاد لا فونكسيون مزيان، هاد 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 الفونكسيون هي المسؤوله على كتعطينا الجمله اللي جايه. راه بسيط هادشي هانتو، حيت غادي نخلي الكود وهادي وتاملوا فيه، راه بسيط، راه غير حيت سي مخنفش معنفش هكا بهاد لي بارونتيز. ودي شنو قلت؟ قلت لكم باننا كنتجاهلوا اي كاركتر ما عنده باش ينفعنا. ها هو اسباس ولا غوتوغالالين ولا تابيلاسيون، هادو ما عنده باش ينفعو. يعني شنو؟ وايل ما حط الكاركتر كورون كيساوي اسباس ولا بوان فيرغول ليغ كاركتر، يعني شنو ديك ليغ كاركتر غادي يدوز؟ ها هي اللي يلاه دابا شفناها بلا ما نعاود نطلع لها، يعني تعاود غادي تعاود تهز هاد الكاركتر كورون تعاود تافيكتي له لو كاركتر سويفون، فهمتوا؟ هي هادي. لو ان قلت لكم كنت هنا طابيلاسيون، شنو اول كاركتر غادي يقرا؟ طابيلاسيون. شنو غادي يدير؟ غادي انيوريه ويدوز. شنو غادي يعاود يقرا؟ بي. يعني كاركتر كورون دروك شنو غادي نلقاو فيه؟ غادي نلقاو فيه بي صافي. يعني ما حتى كنلقاو هي الاسباس لا غوتو غلالين ولا يدوز دوز، كنبقى ندوزو هاد البوكل فوقاش غادي نخرجوا منها الا لقى شي كاركتر اللي مختلف على هاد الثلاثه، ما اسباس ما هادي انا لقينا شي كاركتر، اش غادي نقولوا؟ الا كان هذاك الكاركتر از الفا، إذا كان حرف ليغمو، هنا غادي نمشيو ليغمو نشرحها لكم كيفاش، راه بسيطه دابا هي العقل. إذا كان داك الكاركتير اللي وقفنا عليه دابا حرف ليغمو، إذا كان رقم ليغ نومبر،
كيفاش؟ بسيطة، قبل ما نشوفوا لامبليمونطاسيون ديال لي غمو ولي غنومبر نفهموها، راه بسيطة. إلا كانت الكلمة كتبدا بحرف، ربي شنو هذيك غادي تكون؟ غادي تكون كلمة. ولا كانت كتبدا برقم بحال ديك 21، شنو غادي يقرا؟ غادي يقرا جوج، وجوج راه إز ديجيت، يعني شنو؟ يعني الكمالة ديالو شنو غادي تكون؟ رقم. هنا فاش كنرجعوا لهاد لي غايل، ها هما، هنا كنرجعوا لهاد لي غايل ليكسيكال، ها هما. اي دي راه هو ليتر، كيكون حرف تبعو بزاف د الحروف وبزاف ديال لي شيفر. في بيتون لي زايدي كي كيكونوا؟ كيكونوا يا اما ليتر ولا تري دي ديك تيري دلويت، يعني يعني في اللونغاج ديال زعما في لي غايل ليكسيكال غادي تلقى ايرا لقيت ليتر ولا لقيت تري دينيو، تري دينيو ناش لقيت ديك تيري دلويت فشنو لي غمو، ولكن الا لقيت رقم عاد لي غنومبر. يعني لايدي ببساطه هو واحد ليتر سوي، هادشي اللي كيكون في لي زايدي ولا السميات كاع الاسماء باش كيكونوا بادين، كيكونوا بادين بحرف وتابع له واحد السويت ديال الارقام والحروف، ولكن الارقام كيكونوا بادين بحروف، ها هما لي شيفر كيكونوا هكا، ولي ليتر كيكونوا من ا تال زد، يعني لي زايدي كيكونوا حرف وتابعه واحد السويت ديال الحروف. وحنا شنو كنقراو؟ كلمه بكلمه. شنو قلنا؟ قلنا الا قرينا كلمه فالكماله باينه، الا قرينا حرف فالكماله باينه كلمه، يعني واحد لايدي ولا بروغرام ولا واحد الكيورد، ورا لقينا رقم يعني راه الكماله راه رقم هذاك، صافي. فهادشي اللي كنديرو هنا. الا كان هاد الكاركتير كورون اللي قرا دابا هو قرا هنا، هو محطوط في هاد الكاركتير كورون كلش جلوبال. الا كان الفا لي غمو، الا كان رقم لي غنومبر، ما الا ما كان الا ما كان لا 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 رقم لا حرف، فشنو غادي يكون؟ غادي يكون يا بوان فيرغول يا فيرغول يا قوس يا اي حاجه، يعني غادي يكون شي كاركتير. داكشي اللي غادي نديرو، غادي ندير واحد السويتش طويله. اسيدي الا كان بوان فيرغول فالسيستم كورون رعقلتو سامبول كورون، رعقلتو على السامبول كورون، هو هاد السامبول كورون ها هو، هو اللي ديكلارينا هنا. قلت لكم بان السامبول شنو هو؟ هو فيه واحد الكود ليكسيكال دوك لي توكن، وفيه شنو سميتو، صافي. هادشي اللي غادي نديرو هنا. سويفون سويفون، ها هو. فايرا كان بوان فيركول، ها هو عطي الكود ديال السامبول كورون هو بوان فيركول توكن ليغ كاركتير. دابا شنو كان هيل؟ كان ايدونتيفيو شنو هو داك وكندوزو، صافي. كان ايدونتيفيو كندوزو، كان ايدونتيفيو كندوزو. كان بوان راه بوان فير راه بوان توكن، كان بلس راه بلس توكن، كان موان راه موان توكن، كان اطوال راه اطوال توكن، كان سلاش راه سلاش توكن، هيا ديفيجن عاود انا توكن، كان فيرغول. شنو غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا الا كان دو بوان. الا كان دو بوان خصنا نشوفو، ها هي خصنا نشوفو واش تابع لها واحد ايكال ولا ما تابعلهاش. هادشي اللي غادي نديرو دابا. الا كان هنا، الا كان دو بوان غادي نشوفو الا كان الكاركتير عاود، حيت هاد لي غمو راه دائما كتحز الكيرسور بحرف. الا كان الكاركتير كورون كيساوي اللي وراه كيساوي ايكال، فهادي راه افيكتاسيون توكن، يعني هي دو بوان تبعها ايكال. إلس سامبول كورون راه ايرور، يعني حيت دو بوان ما كايناش في باسكال، ما كاينش دو بوان ما تبعها والو، كاينه دو بوان اوتوماتيكمون كتكون تبعها تساوي باش كتسمى افيكتاسيون، صافي. سينو راه ما تبعها والو، راه ايرور هذيك في باسكال. غادي يبقاو لنا ديال ايكال سوبيريور ودي. دابا الا كان سوبيريور خصنا نعرفو واش سوبيريور ايكال ولا هي سوبيريور. داكشي اللي غادي نديرو، الا كانت هاد سوبيريور غادي نعاودو نقراو الكلمه اللي وراها، الحرف اللي وراها ليغ كاركتير، الا لقينا داك الكاركتير اللي تابع لها كيساوي ايكال، يعني هادي راه انفيريور او ايكال. لقينا سوبيريور هادي راه ديفيرون، اللي هي انفيريور سوبيريور. إلز راهي الانفيريور، يعني راه تابعها شي حاجه اخرى، يعني ما تساوي ما هذه، يعني شي حاجه اخرى، صافي راه انفيريور هذيك تبعها شي عجب، يكون رقم يكون حرف ما شغلناش، المهم ما تبعها لا هذا الرمز لا هذا الرمز. نفس البلان غادي نديرو لهاد سوبيريور. سوبيريور كان تبعها ايكال، راه سوبيريور ايكال، ما كان تبعها والو راه غير سوبيريور، صافي. وكذلك وكندوزو على الحروف كامله، ها هي ايكال بارونتيز فيرمونت، ها هي الا لقينا راه بارونتيز فيرمونت، بقات لنا الاخرى هي اندو فايل، يعني إذا كان داكشي اللي وصلنا له اندو فايل فالتوكن الحالي هو فان توكن، يعني راه سالا سالينا الكومبيلاسيون ليكسيكال. والديفولت هو الايرور، اي حاجه خارجه على هاد لي غيكل راه ايرور، اي حاجه خرجت على هاد لي غيكل راه ايرور. على سبيل المثال بسيطه، جا سيدي ولقى لقى في الكود على سبيل المثال لقى واحد الدولار، هاد الدولار لو انك كنت في واحد ليديتور واحد الاي دي اي راه غادي يعطيك ايرور، غادي يسطلك بالحمر،
ولكن راه كيفاش كيسطر بالحمر، حيت هو كيبقى يدير اناليز ليكسيكال بحال قلتو طالقين واحد الثريد، كيبقى يدير اناليز ليكسيكال وانت كتكتب، انت كتموديف هو كيدير الاناليز ليكسيكال. راه داكشي باش لي ديت بحال فيس كود بحال باي تشارم كيبقى ديك السطور حمر، حيت هذيك ما لقاش في ليكسيكال، لقى خارج على واحد لا غيكل، راه كاين مره كيزيد حتى السانتاكسيك. هذا الرمز راه ما كاينش، يعني ديفولت، يعني راه ايرور، البروغرام راه فيه ايرور صافي. فوالا هاد لا فونكسيون خلوها، انا غادي نرجع لها، غادي نمشي قلت لكم لي غمو وليغ نومبر اللي قلت لكم انا غادي نرجع لها. شنو قلنا؟ قلنا الى داك الكلمه اللي وقف الكيرسور، الى كنحط كان محطوط الكيرسور على واحد الحرف فالباقي راه كلمه بسيطه، شنو غادي نديرو؟ هذيك الكلمه نحن غادي نحطوا واحد الطابلو اللي قلنا فيه 20 حيت ما كيفوتوش 20، ونبداو نعمرو شنو هي ديك الكلمه اللي لقينا. اول حاجه ها هو انديس دنا بلس بلس، حطينا فيه لو كاركتير كورون. اول حاجه درنا هي حطينا الكاركتير كورون ديك اللحظه، حيت فاش لقينا كاركتير كورون راه عقلتو فاش لقينا، ها هي فاش لقينا ها اس دي جي تويل، ها هي فاش لقينا الكاركتير كورون الفا درنا لي غمو ديريكتوم، ما عاودش قرينا الكاركتير. علاش؟ غير باش ما يمشيناش الحرف القديم صافي. فشنو بدينا كنعمرو في الطابلو، راه تيرادنا عمرناه من عندي الزيرو ما كاينش اشكال. ليكتور دو بروميير كاركتير هو الكاركتير كورون، هو فين وقفنا؟ بحال مثلا هنا في هاد ليكزامبل هي الان فوا قرا بي، شنو لقيناها؟ الفا. مشينا عيطنا على الفونكسيون تكملنا القرايه ديال البروغرام. كيفاش غادي دير تقرا؟ هي شنو قاريه دابا؟ بي، يعني الكاركتير كورون فين رحنا واقفين دابا هو بي. الفونكسيون غادي دير خدمتها، ها هي غادي تحط بي ونعاودو نقراو الكاركتير اللي جاي وراها شنو هو؟ هو ار. ونبقى نعيطو على هاد لا فونكسيون وايل از الفا ولا از ديجيت، غادي نبيديو ديك 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 الشين ديال الكاركتير ديالنا. ها هي كنزيدو كنزيد كان اسم الله سي فري، راه هنا بادين بزيرو حيت راه هذيك بلس بلس جات على اليمن، يعني راه هذه كتقرا مود زيرو كتساوي كاركتر كورون عاد كنزيدو واحد، هي هذيك، يعني راه حنا بادين بالزيرو هي هذيك. يعني كنزيدو للطابلو كنحطو الكاركتر وكنكحزو الكيرسور ديال الطابلو غير باش نعمرو داك الطابلو. حطينا بي، شنو عاود قرينا؟ ار. دابا ار واش الفا ولا ديجيت؟ راه الفا بعدا، يعني غادي نعاودو نبيديو هنا في المو، يعني دروك في المو هاد الطابلو شنو فيه؟ فيه بي ار. وحنا غاديين بروغرام، فوقاش غادي نخرجو؟ تا غادي نوصلو لهاد ليسباس. هاد ليسباس شنو؟ وراه اسباس هذاك يقدر تكون طابيلاسيون تقدر صافي، ومن بعدا كنخرجوا حيت ما غاديش يكون هذاك اللي كنكملوا في القرايه ديالو داك الكيرسور اللي غادي ما بقى لا ديجيت لا الفا، صافي كنخرجوا من الطابلو. ها هي راه هي لا غيكل اللي كاينه هنا، كتبقى تقرا فاش كتبدا في ليتر كتبدا تقرا ما حد كتلقى ليتر ولا شيفر راك مازال هي في نفس الكلمه، داكشي اللي كنديروا حتى حنا دابا. ها هي ما حدنا ها الكيرسور، نفترضوا هذا هو الكيرسور ها هو بي، دزنا الار مازالين في نفس لا غيكل، شيفر ولا ديجيت؟ او جي ار ا ام، يعني شنو لقينا؟ لقينا لي غمو غادي يقرا بروغرام، جينا حتى لهنا لقينا اسباس صافي غادي يخرج صافي. نعاود نسخر هادشي، هاد اجود لفان كنزيدو هاد اونتي سلاس زيرو غير باش كتسمى راه صالات لاشين، حيت لي شين كاركتير عقلتو كنا كنديرو يا بلي طابلو يا لي بوينتور، لي بوينتور اوتوماتيكمون كيكون ورا الحرف الاخر كيكون بوينتي فيغ لو نول فيغنال، داكشي باش كيخرج هنا راه ما تعرف فين بوينتي، داكشي باش كنزيدو هذا في الاخر صافي. دابا مزيان، دابا ها حنا قرينا ديك الكلمه، دابا شنو قرينا؟ قرينا بروغرام، بقات لنا ديك الكلمه غير نتيستيوها كونتر لي توكن شنو تكون. الا كانت بروغرام هاد سترينغ اي كومباريزون غير باش ما نديروش لا ديفيرونس بين ماجيسكول ومينيسكول، يعني كي ماجيسكول كي مينيسكول صافي. الا كانت ديك الكلمه اللي قرينا راه كانت بروغرام، راه بروغرام توكن، يعني دائما سامبل كورون راه حنا يعني راه قرينا بروغرام توكن. كانت كونست راه كونست توكن، كانت فار كندوزو على كامل لي كيوردز اند اف دين وايل دور، الا ما كانت حتى شي كيورد شنو غادي تبقى؟ راه اي دي توكن صافي. سي سوني با ان مو كلي سي تان ايدونتيفيون بار ديفو، يعني ديك الكلمه اللي قرينا كنقراو الكلمه كامله وكنتيستيوها اش من كلمه ممكن تكون ريد وايل، دوك الكلمات اللي كيكونوا كيوردز في داك اللونغاج اللي حنا دروك كنخدموا على باسكال. الا ما كان بروغرام ما كان اف ما كان اس شنو غادي يكون؟ اي دي، بحال دوك طوطو اكس ايغريك هادوك ما كيعرفوش اللونغاج، يعني اي دي. شنو بقى لنا؟ نهيل داك المو نكوبيوه للسامبول كورون، نو يعني الا عقلتو السامبول كورون شنو كان فيه؟ كان فيه طابلو
وكان فيه كود صافي. شنو لقينا؟ مثلا لقينا اي دي، غادي نحطو هنا داك لاي دي اللي هو طوطو فلونو، ولو كود راه تعطى هنا راه تافيكت، ها هو سامبل كورون كود ديالو هو لاي دي. بقى لنا غير شنو هو هذاك، كنحطو توكن وشكون، يعني بحال لو ان طحنا كنا في هاد الكه اللي هنا، فشنو غادي نلقاو في السامبل كورون؟ غادي نلقاو لو نون ديالو سميتو رايت، كيما قراها كيما جيسكول كيما مينيسكول كيما مخلطه كيف ما قراها، هو لومو هو لو نون ديالها، والكود اللي هو الرايت توكن صافي. فوالا اونجو نعاود لي نومبر، قال لك لي نومبر ما كيفوتوش 11، داكشي باه درت واحد الطابلو ما فيهش 11، حتى هو نفس البلان، غادي نافيكتو الرقم الاول بحال هاد 21. تخيل وصلنا لهنا، شنو قرا شنو مثلا باش نكثر غندير بحال، كنعتذر مشى البت دابا راه كنوطي على كونترول 3 باش نزيد شي رقم، كنصدق ما حيش شي حوايج، نشوف هاد الحرف اللي هنا واش كيزيدوا. فوالا بحال هكا، تخيلوا طوطو هكا مكتوب. دابا راه غادي يكون الكيرسور محطوط هنا ها جوج، والكمالة ديالها كيفاش خصها تكون؟ خصها تكون كامل ارقام، واش بحال هذا رقم؟ هذا راه ماشي رقم، 215 اس 55، يعني محدي كنلقى لي ديجيت وين راني كنقرا غير في رقم، اولا داكشي اللي غادي نديرو حتى حنا هنا. غادي نبقى نقراو دائما لو كاركتير اللي جاي من بعد، ها الكاركتير اللي جاي من بعد، وما حدنا وايل از ديجيت وحنا كنزيدو نقراو في ذاك الرقم صافي. يعني شنو غادي يقرا هنا؟ غادي يقرا جوج واحد خمسة خمسة خمسة، راه كيقرا لكم شي اند كاركتير، راه كلشي اند كاركتير راه كامل. دروك راه حنا خدامين مع شي اند كاركتير، اه حتى من بعد السيمون ديك الحماق عاد غادي يبقى هادشي كيترونسفورما الارقام ولا ميموار وداكشي. اما دابا بالنسبه لنا 21555 راه غير اسميه، ولكن كتبان بان رقم صافي. وفي الاخر كما قلت لكم دائما كنزيدو داك اونتيسلا الصفر غير باش تسالي شي اند كاركتير ديالنا. وهذا شنو غادي يكون؟ لي نو قلنا سميات، قلنا يقدروا يكونوا اف الز ولا شي سميه، اما لي نومبر راه كاين غير نومبر واحد اللي هو النيميرو توكن، ما كاينش شي حاجه اخرى صافي. وهذا الشيء كامل غادي نجيو للمين ونفهموه. دابا فيشي راقته هو داك الفيشي اللي فتحت الفوق، اللي كنت داير فايل اطوال فيشي باش ما نبقاش نطلع له بزاف. اف اوبن بروغرام بي، ها هو البروغرام بي ديالنا، بروغرام دوت بي هو هذا، هو غادي يفتحو اون مود ليكتور. هاد المهم داكشي ديال لي فيشي، الا كان لي فيشي هنا لا ايرور دو لو فيغتور، سينو ها هو راني درت برينت اف الريزولتا، نشوفو شنو غادي يدير في الريزولتا. هادشي اللي درت ليغ كاركتير، غادي يقرا الكلمه الاولى، يعني غادي تانيسياليزا داك الكاركتير كورون، باش غادي تانيسياليزا في نظركم في هاد اللحظه غادي نلقاو بي، يعني من بعد هاد السطر حد هاد البلاصه، في هاد البلاصه اللي هنا 100% غادي يكون داك الكاركتير كورون هو بي. وغادي نبقى نديرو دو دائما قرانا السامبول سويفون و برينتينا التوكن ديالو، ما حد السامبول الكود ديالو ما كيساويش فان توكن ولا اندو فايل توكن، يعني ما حدك ما وصلت للافان ديال الفيشي ولا الاندو فايل ديال 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 الفيشي، حيت هاد لافان كاينه لافان وكاين الاندو فايل، هادي هي الاندو فايل، ها الاندو فايل. على سبيل المثال تخيلوا هاد السطر 7 هي هادي، راه ف راه حدا هنا هاد البوان، هادي هي ف، اما الاندو فايل راه هي هاد السطر 9، راه ما جينا واحد جوج ديال غوتو غلالين، هي باش تفرقوا زعما بين ف واندو فايل، حيت اندو فايل راه كيقرا الفايل كامل، يكون غوتو غلالين يكون شاري وداك التخربيق كامل كيقرا صافي. يعني من الاخر ما حدنا ما سالينا، وحنا كنقراو كنقراو مو باغ مو، وكان ايدونتيفيوها، لقينا بروغرام لقينا اي دي لقينا كذا لقينا كذا وحنا غاديين. علاش دزت انا هاد كود تو سترينغ؟ انا كما قلت لكم بان دوك التوكنز راه كيكونوا محطوطين في لاميموار غير الرقام غير ديزونتي، غادي تلقى عطيهم 0 1 2 3 4 5 6 في ديك ستريكتور ديالنا. فانا نهار اكزيكيتيت شنو كان كيعطيني؟ كان كيعطيني ها شنو كان كيعطي بلاص ما ندير سترينغ، ام بلاتي نهز نفس هاد السطر باش تفهموا شنو غادي ندير. هكا وغادي ندير هنا دي هذا راه نيميرو، وبلاص ما ندير هكا غادي ندير هكا، نقول له في كل مره برينتي لي اش قريت، هو شنو غادي برينتي. فوالا شنو برينتا؟ برينتا 1 0 12. وشنو هي هاد 1 0 12؟ ها حنا نرجعوا لهذا باش نشرح لكم علاش درت انا ديك لا فونكسيون. فوالا شنو هو 1؟ ها هو 0 1 بروغرام توكن، رجعوا لنا للبروغرام نقرا هي هادي، لقى بروغرام توكن شنو لقاو؟ راه اي دي اللي هو 0، ها هو شفتوه اللي هو 0 0 1 2 3، دور عطيه غير الرقم. فداكشي علاش انا درت، داكشي علاش انا
عرفت واحد لا ميثود اللي هي اللي كنعطيها الرقم وكثرت لي غير السميه باش نافيشي داك السميات. اما الكومبيلاتور ليكسيكال راه كيخدم به ارقام، حيت هادشي كامل ما كيتدارش وحدو، راه ليكسيكال والسنتاكسي كيدوزو دقه واحده. انا غادي ندوز السنتاكسيك نشرحه، كيدوزو دقه واحده. سامبول سويفون، قلبوا معايا على ديك الفونكسيون اللي ها هي فوالا كود تو سترينغ. هادي ببساطه شنو كنعطي؟ كنعطي هذاك الكود اللي هو الكود ليكسيكال وشنو اذا كان سميتو اذا كان ايجال توكن تريتورني سترينغ ايجال توكن، كان اي دي توكن ترد لي اي دي توكن، كان بروغرام توكن ترد لي، غير باش نشونجي دوك الرقام ردهم سميات غير باش يتافيشالي نفهم. فهمتوا كيفاش؟ اما كما قلت لكم الكومبيلاتور راه كيخدم بارقام، ما عندهم يطلي هو بالسميات، هو راه عار بان صفر راه هو واحد، هو داك اللي راه محطوط في ديك ستريكتور، راه عارف شنو هو صافي. يعني هو كيبقى يخدم غير بالرقم، رقم تابع رقم تابع رقم تابع رقم، هكا كيبقى خدام. يعني هاد لا فونكسيون باش ما تدوخكوش، هادي هي اللي كنعطيها بحال هكا عطيتها هنا اي دي توكن، شنو دخلت لها صفر، هي اللي ترد لي اي دي توكن، هي باش يتبرينتو سو فورم دو شين كاركتير. هي اللي درت هنا ها هي، عن هادي نحيها، عن اكزيكيوتور البروغرام ونشوف شنو غادي يطلق. ولا ثاني بحال هادشي كامل فوالا، ورجعوا لنا هادشي نتحققوا منه. ها شنو كاين؟ بروغرام توكن، ها هي بروغرام توكن، اي دي توكن، اي دي توكن، بوان فيرغيل توكن، بوان فيرغيل توكن، شنو تبعها؟ كونست توكن، كونست توكن، اي دي توكن، اي دي توكن، فين راها؟ ايغال توكن، ها هو ايغال توكن، نيميرو توكن هو هاد 21000، بوان فيرغيل اي دي نيميرو، بوان فيرغيل احنا هنا بوان فيرغيل، وراها فار توكن، راها فار، وراها اي دي توكن فيرغيل توكن اي دي توكن بوان فيرغيل توكن، وراها بيغن توكن اي دي توكن افيكتاسيون توكن، حتى الاخر شنو هي؟ فان توكن صافي. ها هي بوا توكن وفان توكن، هي فسالة الفيشي صافي. هذه هي الكومبيلاسيون ليكسيكال، يعني كيدخل البروغرام وكيعرف لاناليزور ليكسيكال شنو هما دوك الكلمات اللي دخلوا له صافي. سوفرم دو كلاس ليكسيكال، كاينه هذه وكاينه هذه وكاينه هذه. نتمنى تكون انكم فهمتوا البارتي الثانيه، انا غادي ندوز للسانتاكسيك نشرحوا، راه اون باراليل كيتداروا صافي، اون باراليل كيتداروا. عوده بعد الفاصل، دابا لا بارتي ديال السانتاكسيك. نتمنى تكونوا بعدا فهمتوا الليكسيكال، نتمنى تكونوا فهمتوا الليكسيكال. دابا كنت كنقولها ونعاودها، كنقول لكم بان الليكسيكال لاناليز ليكسيكال قصدي مع السانتاكسيك كيتداروا في نفس الوقت، راه ماشي كيبقى داك خدام وحدو هذا خدام وحدو، لا. كيفاش كيخدموا؟ دابا لاناليزور سانتاكسيك ديال السانتاكس هو اللي كيوردوني ليكسيكال، هو اللي كيطلب منه كل مره كيقول له اعطيني الكلمه الثانيه، اعطيني الكلمه الثانيه، اعطيني الكلمه الثانيه. غنشرح لكم بسيطه، دابا الليكسيكال قادر انه يتعرف على الكلمات صافي، هادشي بيناه. دابا السانتاكسيك شوفوه بحال شي خونا كيقد في البازل، وشنو كيقول؟ كيقول هو دابا هو نقول مثلا قدام واحد المكان فارغ يحتاج واحد المثلث باش يدخل في البازل، ديروا بحال خدمت في البازل، كيطلب من الليكسيكال انه يعطيك، يقول له اعطيني الفورم الثانيه اللي جايه من بعدها، كيقبد ديك الفورم، الى لقاها مثلث كيحطها في البازل وكيعاود يطلب منه شي حاجه اخرى، الفورم الثانيه اللي جايه من بعدها، ما لقاهاش مثلث، فهنا كيوقف وكيديكلونشي ايرور، ايرور مثلث مثلا، وكيشرح لك الميساج بان هنا راه خص يكون مثلث، كما كيقول لك في الجافا هذه هنا راه خصها تكون كذا، هنا خصها يكون انت، علاش؟ لان الفاريابل ديكلاري ديكلاري من الفوق انت ماشي سترينغ، شي حاجه بحال هكا. فهمتوا؟ يعني لاناليزور ليكسيكال راه كيبقى يرد بالكلمه بالكلمه تحت الاوردر ديال السانتاكسيك. كيفاش السانتاكسيك كيخدم مزيان؟ دابا السانتاكسيك كيبدا بديك الحاجه اللي كنا كنشوفوها كنسموها الجيرم، ولا اش كانت كتسمى؟ لاكسيوم، فوالا لاكسيوم. دابا في باسكال لاكسيوم هو هاد الكلمه، هو بروغرام، هو لا ريغل الاولى باش كنبداو. فبسيطه شنو كيدير؟ كيجي لهنا، نزومي شويه هادشي، كنبداو ببروغرام مزيان. فشنو كيدير الكومبيلاتور سانتاكسيك؟ هو اللي كيفيريفيي الترتيب ديال دوك الكلمات كيفاش محطوطين، بحال لا جرامير، ان الفعل خصو يكون السوبجي، السوجي تابع كذا، لادجيكتيف وراه كذا، طاطا الكومبليمون دوبجي ديريكت وراه هادي وراه هادي، ما يمكنش نبداو بكومبليمون دوبجي ديريكت ونتبعوا له الفعل، الفعل كيكون سابق، فهمتوا داك الاوردر لوجيك صافي. السيمونتيك هو اللي كيعطي لو سونس، ما شغلناش دابا فيه. فالسانتاكسيك هو اللي كيفيريفي داك لا جرامير، ديك الترتيبه ديال لا جرامير، ها هو هادو هما لي ريغل سانتاكسيك
كما كتبوا سيد هنا نوايو دو لا غرامير لي ريغل سانتاكسيك كيفاش داك الشيء خصو يكون. فبسيطه قلنا كنبداو بلاكسيوم يعني كيجي السانتاكسيك كيقول الليكسيكال عطيني الكلمه الاولى خصها تكون بروغرام ما كانش ما كيبداش ما كانش بروغرام صافي راه البروغرام خطا يعني باسكو راه كيبدا هكا هذا هو لاكسيوم كنبداو به كيلقى بروغرام مزيان كيقول له داكشي اللي خصو يكون جاي من بعد خصو يكون اي دي من الاخر كيطلب منه كيقول الليكسيكال عطيني الكلمه اللي جايه لقاها اي دي كيقول اللي وراها خصها تكون بوين فيرغول صافي اللي وراها خصها تكون بوين فيرغول لقاها بوين فيرغول مزيان ما لقاهاش صافي هنا كيديكلونش ليرور صافي البروغرام راه كامل خطا وبالضبط خطا في هذا البلاصه. فهمتوا كيفاش كيدوز؟ راه بسيط كنبداو كيلقى بروغرام كيقول له خصني اللي وراها اي دي خص لي وراها بوين فيرغول خص لي وراها بلوك دابا مزيان بلوك شنو هي بلوك براسها غيغل لي نون تيرمينال دوك لي نون تيرمينو ماشي لي نون تيرمينال عفوا كاين تيرمينال لي تيرمينو لي نون تيرمينو بلوك بحد ذاتها قاعده بحال دوك اي سؤال اللي كنا كنشوفو في الكور. دابا صافي كعيط على بلوك وهي تدير خدمتها هي غيغل بحد ذاتها كلها غيغل راه فونكسيون وداخل ديك الفونكسيون نقدروا نعيطوا على دوطخ فونكسيون على دوطخ غيغل صافي لي تيرمينو قصدي لي نون تيرمينو راه سو سون دي فونكسيون اما لي تيرمينو فهما بحد ذاتهم هكاك خصو يكونوا اي دي راه اي دي صافي اما بلوك بما ان نون تيرمينو نون تيرمينال يعني هي كتكون بحد ذاتها فواحد الفونكسيون لي شنو وسطها هي وسطها واحد الفونكسيون كونست واحد الفونكسيون فارس واحد الفونكسيون انستركسيون صافي مشغولهاش هي كتعيط على كونست كونست دير خدمتها من بعدها كنعيطوا على فار من بعدها كنعيطوا على انستركسيون هادشي راه كيكون بحال ريكيرسيف ولكن ما شغلكش انت كيفاش كيخدم راه بس الا بغيتي تفهموا راه بسيط دابا راه فار ما كتيكزيكوتي حتى كتسالي كونست خدمتها كامله ودي كونست راه قلت لك تقدر تكون وسطها كتعيط على فونكسيونات يعني كنبقاو غاديين كان ريكيرسيف وكان ريكيرسيف يعني كنبقى نزيدو نتعمقوا حتى كنخرجوا وفي اي لحظه وصلنا لواحد العمق وخرجت ايرور كيديكلونش هذاك الايرور كنساليو كاع كنساليو كلشي كنساليو صداع كنساليو البروغراماسيون كنساليو الكومبيلاسيون فهاديك اللحظه صافي كنعيطو دابا نشوفو كونستير عيطنا لها شنو كدير كونست سيدي كتقول لك راه عيط لها كتقول لك خصني الكلمه اللي تعطيني تكون كونست هكا تكون كونست يعني كونست توكن يكون تابع لها اي دي تابع لها تساوي تابع لها نيميرو تابع لها بوان فيرغول وهذه او ويقدر يكون بزاف ديال لي زايدي نيميرو واحد الوايل ولكن راه فوق ما لقيت اي دي خصك تبع لها ايغال نيميرو بوان فيرغول وشنو هو وتقدر ما تكونش يعني كونست ما وراها والو الا لقينا ماشي كونست ما وراها والو الا لقينا كونست ضروري خصها تكمل هاد لا غيكل ها هي هاد لا غيكل خصها تكون كامله كونست اي دي كذا بوان فيرغول حتى لحد هنا حتى لحد هاد او هادي كامله راه غيكل وحده هاد البارتي اللي بين دو بوان فيرغول راه وايل داك اللي وراها اي دي خصك تكمل هاد لا غيكل اي دي ايغال نيميرو اي دي ايغال نيميرو صافي وتقدر ما تكونش كاع كونست ما تلقى والو ما لقاتش هاد الكلمه ديال كونست فشنو كدير كتكون خرجات وغادي تكمل الفار يا اما هاد لا غيكل اللي قادات ولا هاد لا غيكل غادي تدوز الفار فار شنو كتقول لك كتقول لك خصني نلقى هاد الكلمه فار الا لقيت فار خصني نلقى اي دي ونقدر نلقى فيرغول وراها اي دي فيرغول اي دي حيت نسالي هاد الوايل خصني نلقى بوين فيرغول ونقدر ها هي او نلقى والو ابسيلون انستركسيون فيد ما كاين والو يعني البروغرام ما فيه لا كونستانس لا دي كونستانت لا دي فاريابل صافي شنو خصني نلقى خصني نلقى انست هاد انست شنو كتقول لك خصني نلقى بيغان صافي بيغان خصني نلقى بيغان ونتبع لها هاد انست ونقدر نلقى بوين فيرغول انست يعني وايل وشنو هي هاد انست بحد ذاتها انستركسيون شنو هي انستركسيون هاد ديفينيسيون ديالها وفاش نسالي هاد الشيء خصني نلقى اند فهمتوا يعني البروغرام كيفاش كيكون محطوط واش الكلمه اللي رحنا فيها بيغان مزيان ايوا عيط على انست دير خدمتها حتى نخرجوا من انست الى خرجنا بعدا بصحه وسلامه يعني ما كان فيها حتى شي خطا خصنا نلقاو اند يعني البروغرام كيفاش كيتكتب تيستي داك الكاركتير كورون سامبل كورون قصدي ماشي الكاركتير واش كيساوي بيغان بيغان توكن هادشي اللي كنهضر كان كيساوي عيط على لا فونكسيون انست خليها دير خدمتها حيت تخرج منها عاود عيط على داك الكاركتير اللي راك واقف عليه واش اند حيت راه تقدر تكون انست خرجت صحيحه ولكن ما تابعهاش اند يعني البروغرام خاطئ فهمتوا البلان راه ساهل كتعيط على الا كانت الكلمه كلمه راه خصها تكون هذيك الكاركتير السامبل اللي راني واقف عليه يكون هذاك الشيء اللي كيساوي كانت واحد الفونكسيون اللي هي نون تيرمينال
كتعيط عليها وهي تعاود تدير خدمتها. وشنو كيصرى؟ كيقول لي شي كيعيط على شي كيعيط على شي، وداكشي كيبقى تدار ريكورسيف، وهو غادي في اي لحظه خرجت واحد الحاجه ايلوجيك كيوقف البروغرام. دابا انا مشينا عيطنا على انست بحد ذاته، شنو غادي تقول لك؟ تقدر تكون انستريكسيون ها هي اللي باس، يعني وسط داك البروغرام تعاود تلقى واحد بيغان اند وسطو داكشي محشي. داكشي باش كنقول لك ريكورسيف، ماشي نقول لك انت الفونكسيون فوق، انت كتحط لا جرامير غير فهم لا جرامير كيفاش كتخدم، والامبليمونطاسيون راه كتدار ريكورسيف، يعني البروغرام الراسو كيدير ديك الخدمه. مثلا انستريكسيون تقدر تكون ديزانستريكسيون، تقدر تكون افيكتاسيون، تقدر تكون سي طونك ايكريغ لي ولا والو، ما بروغرام فيد فيه بيغان اند تو راه صحيح مزيان. شنو هي افيكتاسيون؟ انست شفناها لي باس، ولكن شنو هي افيكتاسيون؟ افيكتاسيون بسيطه، كتقول لك افيكتاسيون خصني نلقى اي دي، نلقى بوين دو بوين في دو بوين ايغال، ولقى اكسبريسيون صافي. اي دي كنعرفوه، اي دي توكن، هادي افيكتاسيون توكن. اكسبريسيون شنو هي؟ نون تيرمينال. مزيان سير الاكسبريسيون اسيدي. اكسبريسيون هي تيرم ادوب تيرم، يعني يا اما تيرم ولا تيرم متابعه له بزاف ديال ادوبتير. شنو هي تيرم ادوبتير؟ هي هادي تيرم، غادي نجيو لهنا ونقراو شنو هو تيرم، شنو هو انتيرم. تيرم معود بحد ذاته هي فاكت، وتقدر تلقى ميلوب يعني ملتيبليكيشن اوبيريشنز فاكت. عاود شنو هي فاكت؟ فاكت سيدي هي اي دي ولا نيميرو ولا اكسبريسيون. شنو هي اكسبريسيون؟ تعاود طلع لهنا ها اكسبريسيون، يعني غير شي كيعيط على شي. وهاد لي ريغل هما اللي كيديفينيو لا لوجيك كيفاش كيتكتب البروغرام. انا نعطيكم مثال بسيط، بيتون كيفاش كيتكتب لا فونكسيون. كنديرو ديف، كنتبعو لها سميه، كنفتحو القوس، كنبقى نحطو لي بارامتر، كنسدو القوس، كنديرو دو بوين، وكنرجعو اللور كنرجعو للسطر، كنرجعو للسطر بطابيلاسيون. فالبروغرامير عيط لديف، شنو كتقول لك؟ كتقول خصني نلقى ديف، خصني نلقى اي دي، خصني نفتح القوس، وعيط على ديك الميثود اللي كتفيريفي كيفاش كتحطو لي بارامتر، وفاش تسلمنا عيط على الميثود اللي كتقول لك خصك تسد القوس، وخصني نلقى دو بوين، وخصني نلقى وراها شنو؟ طابيلاسيون. نلقى غوتوغالالين طابيلاسيون صافي. فداكشي اللي غادي نوريكم هنا. دابا قلنا الليكسيكال بانه قادر انه كيفهم الكلمات صافي. السانتاكسيك راه الليكسيكال ماشي كيتدار وحدو، راه فاش كنفهمو الليكسيكال كنزيدو نكتبو فوق باش كيتكون السانتاكسيك. انا غادي نشرح لكم، يعني راه الليكسيكال راه هو نفس الكود في السانتاكسيك وزائد واحد الحوايج. يعني السانتاكسيك راه هو الليكسيكال، الكود كامل ديال الليكسيكال، فهمتوا؟ يعني الكود كامل تقدر تعيط له اون طون كو فونكسيون، ولكن راه كيكون حاضر كامل صافي. فها هو السانتاكسيك. السانتاكسيك غادي يبان لكم طويل، ما تخافوش راه غادي نشرحه بسيط، وغادي نخلي لكم السورس كود كما قلت في جيت هاب. بدينا هادشي شفناه، شفنا لي كود ليكسيكال في الاناليزور ليكسيكال شفناه. كنقول لكم بان هاد نيميرو توكن، فان توكن، اي دي توكن، سوبيريور توكن. شو زدنا؟ زدنا لي زيرور، غير باش نبقى نقولوا داكشي اللي كيطلعوكم في الجافا بالاحمر كيطلع لك سميت ليرور صافي. حنا غير باش يبقى يطلع لنا سميت ليرور سميناه، وقلنا بروغرام ايرور، كونست ايرور، فار ايرور، بيجين ايرور، اند ايرور، اف ايرور. يعني راه الخطا اللي طحنا فيه راه طحنا واحد اف ايرور، يعني الاف لا فونكسيون لا ريغل ديال اف نقولوا حنا بالنسبه لنا حنا الخطا مشكك الدار صافي. ها هي كود ايرور. عاود قدينا ستركتور ديالنا القديمه اللي هو لو سامبول كورون اللي فيه لو كود، وشنو سميتو؟ بروغرام، بروغرام توكن، توتو اي دي توكن، اكس حتى هو اي دي توكن، بوين فيرغول، بوين فيرغول توكن، وكذلك ها الفيشي ديالنا، ها الكاركتير. انا حطيت لا سينياتور ديال دوك لي فونكسيون، غنشرح لكم دابا. يلاه قلت بان راه كل نون تيرمينال راه فونكسيون في السي، راه غير فونكسيون هذه كدير واحد الخدمه. ها هي لا ديفينيسيون، ها هي سميت لا فونكسيون، ها لا ديفينيسيون ديالها. شنو حنا غادي نبقى نديرو؟ خاصك تعرفي انت امبليمونتي لا فونكسيون، راه بسيطه امبليمونتي لا فونكسيون وعيط عليها بهذا الترتيب. يعني شنو غادي ندير؟ غادي تكتب فونكسيون سميتها بروغرام. شنو غادي دير؟ غادي تقول لها لو سامبول كورون خصو يكون بروغرام، واللي وراه خصو يكون اي دي، واللي وراه يكون بوين فيرغول، وعيط على بلوك، وعاود دير لو سامبول كورون يكون كيساوي بوين صافي. هكا دايره. عاود ديفيني لا فونكسيون بلوك، خص وعيط على وسط كونست، تبع لها عيط على فارز، عيط على انست، كري لا فونكسيون كونست. خص لو سامبول كورون يكون كونست، الا كان زعما كونست خص يكون تابع له اي دي كذا، وهنا واحد لوايل اي دي ايغال نيميرو، اي دي ايغال نيميرو، تتسالي بوين فيرغول. واللي يقدر ما يكون والو خصك تعيط على فار،
صافي، ما كان تا في فار والو خصك تزيد على بيجين، ما كان تا في بيجين ما كانتش هاد بيجين، ها هي داكشي باش ما ديرينش هنا او ايبسيلون، غير ما كانتش بيجين خصها تكون هاد لاغين، فاش كنوصلوا لبيجين هاد الانستركسيون خصها تكون هادي، ما بقاتش هنا ايبسيلون لا ايبسيلون بحال كونستو فاريابل، لا ما كانش هادشي صفر على البروغرام خاطئ. باش ما نكثرش عليكم هنا غادي نشرح لكم، هنا درت غير لا سيناتور ديال لي فاريابل، قلنا لي فاريابل كامل لافود ما كيريتورني والو، غاديين غير فيهم ما تعيط لهم كيديروا خدمتهم اجينست شنو داك لو كاركتير داك السامبول بلوتو كورون. فين راحنا واصلين؟ واصلين حنا لطوطو، طوطو غادي تكون راه معيدين على شي فوتويه اللي كدير الخدمه، هي اللي كتشوف لا لوجيك شنو طوطو تابعها وشنو هادي، وهي بحد ذاتها تقدر تعاود تعيط على فونكسيون تكمل الخدمه. فهمتوا كيفاش؟ وهادشي اللي غادي نوريكم دابا. هنا درنا غير لا سيناتور ديال لي ميثود، وهاد هادو كامله هما دوك لي نون تيرمينال، لي نون تيرمينال اللي شفنا فاكت ميلوب ادو بريلوب كونديسيون لي كاركتير شفناها، قلنا دائما كتقرا غير الكاركتير، كاركتير في داك الفيشي. ايرور تو سامبلومون هادي هي باش تافيشي، نعطيها انا الكود ايرور تافيشي لي سميت ليرور. فهمتوا؟ الا راه كيما قلت لكم دوك لي كلاس انيميريت كيكونوا هي دي كود اللي حاطين، وحنا راه خرجت لنا ايرور 12 ما نيش نفهمها، غير حنا كايتيليزاتور. فهمتوا؟ تيست سامبول فوالا، هاد لا ميثود شنو كنعطيوها؟ كنعطيوها لو كود ليكسيكال والكود ايرور. شنو كدير؟ تو سامبلومون بسيطه، كتشد لك لو سامبول كورون وكتشوف واش الكود ديالو كيساوي الكود ليكسيكال اللي عاطين هاد الفونكسيون، ما كانش كتافيشي هاد ليرور. هاديك فين غادي نخدموها باش نبقى نتيستيو بحال هادشي. فين راحنا؟ حنا في بروغرام، هاد الفونكسيون نعيطو لها غادي نقولو لها واش لو سامبول كورون كيساوي بروغرام، كان وي صافي راه وي، ما كانش هادي محققه غادي تصين لي داك ليرور اللي عطيناها لها في البارامتر اللي ها هو كود ايرور، وهي غاديه كتيستي لي سامبول، هي صافي كتيستي هي لي سامبول، حيت كنقولوا سامبول يعني هما بروغرام اي دي ايغال دوك اللي شفنا في ليكسيكال، ها هما دوك لي فونكسيون بروغرام بلوك كونست سامبول سويفون شفناها في ليكسيكال، دائما كتعطيك لو سامبول سويفون لي غمو لي غنومبر شفنا بان سامبول سويفون كتعيط لها باش تقرا الكلمه ولا تقرا لو نومبر. صافي لي غمو راه هي شفنا الديفينيسيون ديالها، هاني قلت لكم هي اللي كتقرا الكلمه اللي جايه، ولي غنومبر كتقرا الرقم اللي كامل، ولي سويفون سامبول سويفون هي اللي كتعطيك لو سامبول سويفون. شفتوا هي لامبليمونطاسيون ديال ليكسيكال كامله حاضره هنا، لي كاركتير شفناها فوالا، ها لا فونكسيون ايرور اللي قلت لكم كتعطيها الكود وكتبرينتي لك هي الايرور، ها هو دي يعني راه تعطيك لو نيميرو ديال الكود، وزدت لها هذه برينت اف كارنت توكن وكارنت ليكسيم غير باش تعطينا السميه والكود ديال ديك البلاصه اللي خرجت فيها، باش تراجعنا البروغرام نعرفوا البروغرام فين خطا. صافي ها هي اكزيت فيلير، صافي البروغرام كيسالي ان فوا كتسينيلا ايرور كيوقف البروغرام في الكومبيلاسيون، هي معروفه فوالا. هاتي سامبول شنو كدير؟ كتشوف واش لو سامبول كورون اللي رحنا درو كنعمرو فيه البيانات واش الكود ديالو كيساوي هاد الكود اللي عطيناه، ما كانش كان كدوز لو سامبول سويفون ايلس كتسينيالي ليرور. صافي بسيطه، ها هي كان بروغرام هو لو سامبول كورون كتمشي لسويفون، وعاود هاد اي دي شنو غادي نديرو؟ نعاود نتيستيو سامبول كورون واش اي دي كان اي دي سامبول سويفون بوان فيرغول، نعاود نعيطو على بلوك، سينو كيخرج البروغرام اكزيت فيلير، ها هي اكزيت فيلير بروغرام وكيتسينيال داك الايرور. فنجو لامبليمونطاسيون، لامبليمونطاسيون كتامبليمونطا حرفيا كيما مكتوبه لو غرامير حرفيا، هنجي نشرحها لكم. دابا بروغرام شنو كنديرو؟ بروغرام كنتيستيو السامبول اجينست بروغرام، ونعاود نتيستيو اللي وراها اجينست اي دي، وما تنساوش بان راه في كل تيست كيدوز صحيح كنعيطو على السامبول سويفون، داكشي باش كنت كنقول لكم ليكسيكال راه السانتاكسيك هو اللي كيعيط ليه، كيقول له عاود عطيني السامبول سويفون، بحال هكا البروغرام خدام كيقول له بروغرام مزيان هر لي سامبول سويفون، كيرد له سامبول سويفون. تخيلوا عندنا بروغرام ودنا 12 بحال هكا، جينا لهنا ودنا بروغرام تبعنا لها 12، دابا راه كنجي نكتب شي رقم وكنوطع على دي وكنسد الريكورد، معلي دابا كيما قلت لكم راه كنجي نكتب شي حرف ولا شي رقم وكنصد قواطع على واحد الكيز اللي به كنوقف الريكورد، داكشي باش كيوقف لي الريكورد ما عليناش، نشوف شي حروف اخرين. دابا كتبنا بروغرام 18، دابا شنو غادي يقرا؟ غادي يقرا بروغرام، وفاش غادي يرد له؟ غادي يقول له مزيان هاني قريت بروغرام، ايوا رد لي لو سامبول سويفون، غادي يرد له 18 وغادي يكتب له فيها نيميرو توكن، صافي غادي يسينيالي ايرور. علاش؟ حيت هو كيعرفوا راه بروغرام خصو يكون اي دي توكن، فهمتوا البلان؟ صافي هو كيعرفوا راه بروغرام خصو يكون اي دي توكن،
يعني خصو بحال تيست 11 مثلا ولا ماي بروغرام شي اي دي صافي. هذاك الشيء اللي غادي يلقى. فكما قلت لكم لامبليمونطاسيون حرفيا كتقاد لا فونكسيون بلوك وكتقول عيطي على كونست عيطي على فار عيطي على انستركسيون. هادشي اللي غادي نديرو. ها هو غادي نجيو للسانتاكسي. كنبداو بالبروغرام تيستي لو سامبول سويفون تيستي لو سامبول واش كيساوي بروغرام. ها هي بروغرام توكن بروغرام ايرور. خصنا داك سامبول كورون اللي قرينا الاول خصو يكون كيساوي بروغرام. خص اللي وراه خصو يكون اي دي. اللي وراه خصو يكون بوان فيرغول. من بعد كنعيطو على بلوك صافي. بلوك انا غادي نشوف لامبليمونطاسيون ديالها من الاخر. هاد البارتي كامله راه غادي نقول لكم على سته. هاد البارتي الاخرى كامله هادي غنقول لك على سته. وما تنساوش بان ورا بلوك كاين واحد التشيك اخر. ها هو هو بوين. راه بوين راه تيرمينال شفتوه. داكشي باش حيت نساليو بلوك خصنا نعيطو عليه. ها هو ها هي تشيك فور ذا دوت افتر بلوك. انا راه الاشكال هو ان كان كيتخلط له فان اندو فايل مع الفان وكان كيتكومبيلا مزيان غير ما كيوصلليش الاندو فايل كان كيوقف حدا البوان. ما نزيدش نعمقو غادي نشرح لكم غير بشويه. قلنا من بعد بلوك خصنا نتيستيو السامبول سويفون واش كيساوي واش كيساوي واش كيساوي بوان فيرغول. داكشي اللي درت هنا بلاص ما ندير تيست سامبول بوان فيرغول بوان هيا بي تي بوان توكن بوان ايرور درتها مانيول بلاص ما نعيط لديك الفونكسيون. بغيت نديرها هنا باش نتاكد واش كيوصل داك البوان الاخر يعني واش كيدوز كام داك غير وصل البوان راه كله صحيح صافي. هنا ممكن انتو تعوضوها غير بهاد لا فونكسيون. ديروا بحال هكا هاد الهضره اللي درت انا لتحت كامل هاد التشيك ممكن تديروها بحال هكا. ديروا بحال هاد لا ميثود ديروا تيست سامبول هذا هو الاصل اصلا بحال هكا بي تي بي تي راه هذا هو الاصل. راه الاصل هو انك ديروه فيها بحال هكا تكتبوها تيست سامبل تعيط على بلوك تعاود دير تيست سامبل بوينت تي توكن بوينت تي ايرور. انا درت ديك الخدمه كامله غير باش نشوف حيت كيوصل تماك الكيرسور فين كيكون وصل. حيت انا جاني بحال كان كيخرج لي على الفيشي شي باش انا زدت هاد البارتي. انا هاد البارتي راه ممكن كيما قلت لكم ديروها بهاد القضيه مزيان. غادي نجيو للبلوك. بلوك شنو قلنا كتعيط على كونست فار انستركسيون. داكشي اللي كنديرو بالحرف كتحطوهم كونست فار انستركسيون. شنو هي كونست؟ غادي نشوف غير الا فهمتو غير كونست غادي تفهمو لي فونكسيون كاملين. كونست شنو قلنا؟ قلنا الا لقينا كونست هاد الكلمه الا ردات كونست توكن خصنا نلقاو تابع لها اي دي ايكال نيميرو بوان فيرغول. وما حدنا كنلقاو اي دي وحنا خصنا نلقاو ايكال نيميرو بوان فيرغول. عاود لقينا اي دي ايكال نيميرو بوان فيرغول هي اللي كاينه هنا. ها هي كونست توتو ايكال ايغال 21000 نقولوا 21555 ولكن لقينا بوان فيرغول. شنو لقينا وراها؟ والو. ولكن لو اننا لقينا شنو لقينا مثلا لو اننا لقينا عاود اي دي خصها تكون هكا. هذه هي هادشي اللي كتقول لا غيغل كتقول لك عاودي لقيت هذه خصني نلقى هكا ونبقى غادي. عاود لقيت واحد الاي دي لولو خصني نلقى عاود هكا خصني نبقى فيما لقيت اي دي خصني نلقى ايغال رقم بوان فيرغول. لقيت اي دي تنسالي ديك لا غيغل صافي. هادشي اللي كدير. ها هي ما حدني كنلقاو انا كنبقى غادي خصني نلقى هاد ستريكتيو. ما لقيتهاش ما لقيتش هاد كونست يعني ما لقيتش هاد كونست خصني نشوف فار. اذا لقيت فار ما حدني كنلقى فار خصني نلقى اي دي. وما حدني كنلقى ورا اي دي فيرغول خصني نلقى اي دي خصني يعني خصني تكون فار اي دي. لقيت فيرغول اوتوماتيكمون خصها تكون وراها اي دي. لقيت فيرغول خصها تكون اي دي وحنا غادي حيت نساني هاد الصداع ديال اي دي بوان فيرغول اي دي فيرغول اي دي خصني نلقى بوان فيرغول. ما لقيتش هاد فار خصني يعني ايبسيلون خصني نلقى بيغين وبيغين ما وراش ايبسيلون. ما لقيتش بيغين صافي راه بروغرام خاطئ. داكشي اللي غادي نامبليمونطيو هنا. انجو سانتاكسي سويتش سامبول سامبول كورون الكود ديالو. الا داك سامبول كورون كيساوي كونست توكن فغادي ندخل في التريتمون الاول. هنا غادي نرجع نشرحو لكم. إذا كان فار توكن بريك إذا كان بيجن توكن بريك كان ديفولت يعني ما هو ما فار ما بيجن ما كونست يعني بروغرام خطأ صافي. ايرور كونست فار بيجن ايرور هاد ايرور سميتها كونست فار بيجن ايرور يعني راه جمعوه بثلاثة خطأ في ديك البارتي بثلاثة صافي. هذاك الشيء بس سميتها كونست فار بيجن ايرور بريك. دابا علاش كنديرو بريك صافي يعني كونست سالت خدمتها يعني بما أن كونست سالت خدمتها فأوتوماتيك مش كل غادي تجي دير الخدمة وراه راه فار. داكشي باش كنقول لك لقينا ايبسيلون يعني انستركسيون فيد بريك وخرجنا راه فار اللي غادي تجي دير الخدمه. عاود فار ما دارتش خدمتها يعني ما لقاتش داكشي اللي بات غادي تعيط على انست
وانست هي اللي غادي دير هاد الخدمه ديال بيجين انست وهادي وتكمل الخدمه وتبقى تعيط على شي لاخر. فنفس البلان قلنا لو ان في كونست لقينا سويت يعني تيستينا داك الكود ولقينا كونست توكن فخصنا نلقاو ديك لا ريكل شنو هي. كنقراو لي سامبول سويفو ياك كنقراو لي سامبول سويفو شنو خصنا نلقاو. خصنا نلقاو اي دي توكن خصنا نلقاو ايغال توكن نيميرو توكن بوان فيرغيل توكن. هادشي اللي قلنا ياك هادشي اللي قلنا قلنا اي دي توكن ايغال توكن نيميرو توكن بوان فيرغيل توكن. ها هي قلنا راه لقينا كونست خصنا نلقاو اي دي ايغال نيميرو بوان فيرغيل. هادي ريغل تلقى كونست خصك تلقى تبع لها هادي. عاد نديرو ديك البوكل ديال وايل وما حد لو سامبول اللي جاي من بعد كيساوي اي دي خصنا نبقى نقراو خصنا نلقاو ايغال نيميرو بوان فيرغول. دائما سامبول سويفو كنديرها غير باش نعيطو على السامبول اللي وراها لان تيست بحد ذاتها كتعيط حيت كتسالي خدمتها كتعيط على السامبول سويفو. ولكن انا راه قريت هنا هذا اللي قريتو اي دي توكن فخص اللي وراه خصني نقراه صافي. داكشي باش عيطت على السامبول سويفو وكنكمل ديك لا ريغل خصني نلقى ايغال توكن تبع على نيميرو توكن بوان فيرغيل توكن. وهاد تيست سامبول فاش الى لقات بوان فيرغيل توكن غادي تعاود تقرا السامبول اللي وراها متفقين ونعاودو نتيستيو. هي لقيناها اي دي خصنا نعاودو نلقاو ايغال نيميرو بوان فيرغيل وحنا غاديين تنساليو حتى هادي الاخرى ما تلقاش اي دي توكن عاد كتخرج. ففاش كتخرج ها هي بريك كتجي الخدمه ديال فارس. فارس نفس الخدمه بحال كونستر فهمتو كونست فهمو فارس. فارس شنو قلنا كتشوف داك الكود واش كيساوي فار توكن يعني واش حنا واقفين على كلمه فار. الا لقينا واقفين على كلمه فار راه خصنا نلقاو اي دي وما حدنا كنلقاو فيرغول وحنا خصنا نلقاو اي دي. ها هي وايل سامبول كون كيساوي فيرغول وحنا كنلقاو اي دي. هي هادي الا وقفنا على فار خصنا نلقاو اي دي وما حدنا كنلقاو فيرغول خصها وراها اي دي حتى تسالي هاد الخدمه واش خصنا نلقاو بوان فيرغول. اهو فاش نخرج من هذا الصداع تيست سامبول واش كيساوي بوان فيرغول. سالينا من هاد فيرغول اي دي فيرغول اي دي فيرغول اي دي خرج البروغرام وخصو يكون بوان فيرغول. الى جا لهنا ما لقاش بوان فيرغول صافي غادي يسني لي بوان فيرغول ايرور. بحال من جينا لهنا وجينا حتى لهاد فار وحيدنا هاد بوان فيرغول الاخر صافي راه غادي يلقى اي دي فيرغول اللي هو اكس فيرغول اي شنو ما لقاش وراه فيرغول يعني شنو خصو يلقى بوان فيرغول. غادي يكون خرج من البوكل يعني خصو يلقى بوان فيرغول. سينو غادي غادي يلقى بيجين صافي غادي يبريك باش يمشي يعيط على هاد انست تدير خدمتها هاد الثالثه. سينو ما لقى لا فار لا بيجين راه ايرور سميتها فار بيجين يعني ايرور صرات غير بين فار وبيجين. الاولى سميتها صرات بين كونست فار بيجين هادو غير سميات وصافي. من بعد راه البروغرامر هو اللي كيحط لا لوجيك ديالو كيسموه كيباج وكيحط التكست اللي كيخرجنا في الجافا نيل بوينت نيل بوينتر كذا هادو هما لي زيرور صافي. ومزيان عيطوا على انست. انست فيها مش خصها ما فيهاش سويتش فيها اف. علاش فيها اف؟ حيت قلت لكم هي خص دارو يكون بيجين. الى السامبول كيساوي بيجين فمزيان نكملوا الخدمه ايلز ايرور بيجين ايرور يعني البروغرام ما بديش بيجين يعني هاد البارتي ديال بيجين خاطئه كانت بيجين نكملوا. وشنو كنقولوا سامبول سويفون دائما كنقراو السامبول اللي وراه وكنبقى نعيطو عيط على انست عيط على افكت عيط على سي عيط على طونكو عيط على اكري عيط على وحده فيهم. كيفاش غادي نعيطو على وحده فيهم؟ ببساطه هادشي اللي غادي نديرو محد سامبول محد سامبول كورون الكود ديالو كيساوي بوان فيرغيل توكن بلاتي عن صغر هادشي باش يبان. فوالا معرفتش واش كيبان البروغرام كامل. فوالا هاد انست كان فاش فرا فين عيطت عليها عيطت عليها في انستريكسيون. فوالا راني في انست دابا كنبدا بهادي انست فاش كنعيطو لها كتبقى تيستي بانست ما سالت من انست ما لقات حتى شي حاجه اللي عندها علاقه بانست كدوز لافيكتاسيون ما لقات حتى شي حاجه بافيكتاسيون كدوز لسي ما لقات حتى شي حاجه بسي كدوز لطونكو تخرج من هاد لو فيد يعني 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 انستريكسيون فيد واي مدخل لقاتو كتكمل فيه. غنشرحها لكم هنا
دابا باش نشوفو كاملة خصنا نشوف ها هي انست، ها هي انست اللي كنهضر عليها، وهي هذه هي ديال بيجين. قلت لك راه كان بيجين، خصنا نعيطو على انست، هي اللي كاينه هنا. ولا راه دابا كاينه انست وانست، انتما راه تكونوا ضغطتو، انا راني ضغطت. دابا نبداو بانست اللي فيها اس، هي اللي فيها بيجين. قلنا بيجين كتكون تبعها انست، وما حدنا كنلقاو بوين فيرغول، وحنا كنلقاو انست، وفي الاخر خصنا نلقاو اند اللي هي فان توكن. هاد لا ريغل انكوبيها ونحطها لكم هنا باش تشوفوها. هذه هي انست، قلنا خصنا نلقاو بيجين وراها انست، ما حدنا كنلقاو بوين فيرغول، وحنا خصنا نلقاو انست، وفي الاخر نلقاو اند. هي هذه الا لقينا بيجين خصنا نلقاو انست، وما حد وما حد واحد سامبول كورون كيساوي بوان فيرغول اللي هو هذا، وحنا كنلقاو انست. في الاخر الى خرجنا من هذا الشيء، الى لقينا اند توكن اللي هو هاد اند، سميتو انا ماشي فان توكن، الاند توكن كندوزو سامبول سو، هاد سامبول سو ما عندنا ما لقى والو، فهمتوا؟ راه الى لقينا اند توكن راه سال البروغرام اصلا، باقي ما كي ما لقيناش اند توكن، فسرنا هاد الخدمه ديال انست بوان فيرغول انست، ما لقيناش اند، كنسينياليو الايرور، سمي ان توكن ولا فان ايرور، ماشي بحال ايرور فان ايرور ولا ان توكن ما كيهمش. صافي دابا نجيو لهاد انست، هي اللي قلنا فيها هاد الصداع. دابا نبقى نحط مزيان، نبقى نحط هكا، نبقى نحط لا غيغل باش تبقى تبان وحنا كان وين كنهضر. راه هي راه حرفيا كيما محطوطه كتحطوها، راه ماشي شي حاجه بحال هكا. فوالا شنو قلنا في انست؟ قلنا في انست اللي بلا اس، يا اما كتعطي انستريكسيون ولا افيكتاسيون ولا سي ولا طونكو ولا اكريغ ولا لير ولا ولا لونسومبل فيد ايبسيون شو كيولي. داكشي اللي غادي نديرو، غادي نديرو سويتش. الى السامبل كورون كان بيجين، يعني شنو؟ الى كان هاد السامبل كورون اللي جينا نقراو في هاد انست بلا تي بيجين، يعني راه حنا خدامين هنا كاينه ولا لا؟ يعني غادي نعيطو على هاد انست هي اللي دير الخدمه. الى لقيناه اف، يعني اول حرف جينا نقراو لقيناه اف، غادي نعيطو على سي. إذا لقينا وايل غادي نعيطو على تونكو، إذا لقينا رايت غادي نعيطو على إكرير، إذا عطينا على لير، إذا لقينا ريد غادي نعيطو على ليغ. راه داكشي باش كنهضرو على ال ال ان، يعني يكفي أنك تقرا واحد السامبول، تقرا واحد السامبول باش تاخد ديسيزيون. تخيلوا كانت هنا الرايت والرايت، كي غادي نديرو فاشمون فونكسيون خصنا نختارو، يعني شنو؟ خصنا نديرو هاد التريتمون كامل على جوجهم، نتبعو الأول إذا عطا صحيح مزيان عطا ايرور، نعاودو نعيطو على الجوج، يعني تيعطي الجوج ايرور، يعني ما كتكونش واحد ديسيزيون. اما هنا كاينه ديسيزيون، كيفاش غادي نديرو انست؟ الى لقينا الكلمه الاولى هي بيجين، كيفاش غادي نعيطو على افيكتاسيون؟ ها هي افيكتاسيون. الى لقينا اي دي خصنا نعيطو على افيكتاسيون. لقينا اف، يعني شتو هاد البدايات هاد لي فيرست ديالهم مختلفين، سي كتبدا باف، طونكو كتبدا بوايل، اكري كتبدا، يعني كل وحده، يعني باش نعرفو واش ما فونكسيون نعيطو عليها يكفي نقراو غير الكاركتر سامبول سويفون شنو يكون. داكشي اللي غادي نديرو حتى حنا. اذا سامبول سويفون اللي هو الكاركتر كورون ولا سامبول كورون، اذا كان الكود ديالو كيساوي بيجن بيجن توكن، نعيطو على انست تدير الخدمه. كان اي توكن راه افيكتاسيون اللي جايه، كان اف توكن راه سي اللي جايه، كان وايل توكن راه طونكو، كان الرايت توكن راه اكخير، كنعيطو على فونكسيون هي كتكمل الخدمه. حنا غير كنتيستيو في هاد انست، كنتيستيو البدايه وكنعيطو على الفونكسيون تكمل خدمتها. اكخير هي فاش غادي تعيط لها؟ هي اللي غادي هي اللي غادي تفلي داكشي، هي اللي غادي تشوف واش داكشي مكتوب على حقه وطريقه. صافي كيس الريت توكن لير، ما لقينا حتى شي وحده في هذوك السته، واقيلا سته، صافي بريك، يعني راه انستركسيون فيد. هذه هي بريك، ما انستركسيون فيد راه ايبسيلون، يعني كود خاوي. عيطنا على انست الكود خاوي، حيت هذا راه كود صحيح. بحال على سبيل المثال، بحال هذا راه كود صحيح، راه كود صحيح. بيجين عيط لها ما لقات والو، ما لقات لا اف لا ايز لا سي لا اي دي لا والو، صافي خاصها تلقى اند بوان. صافي دوك نخربق شي حاجه، بغيت والله نسيت، بغيت ندير كونترول زيد باش رد هذيك نسات لي. نكملوا افيكتاسيون، غادي نزيد غير افيكتاسيون والباقي راه والله حتى مفهوم، زعما الا فهمتو غير وحده راه الباقي مفهوم، راه يكفي هي الوحده تفهموها كيفاش خدامه، والباقي راه راسكم ديروه. قلنا لافيكتاسيون خصها تلقى اي دي هاد 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 دو بوان ايغال اللي سميناها افيكتاسيون توكن، وتلقى اكسبريسيون. صافي داكشي اللي غادي نديرو. تيست سامبول، واش سامبول كيساوي اي دي توكن؟ تيست سامبول اللي وراه واش كيساوي افيكتاسيون توكن؟ وعيد على اكسبريسيون دير خدمتها. فين راه اكسبريسيون؟ ها هي اكسبريسيون،
نزيد هاد ديال اكسبريسيون باش نفليها باش نكملها. ها هي دوك نبقى وحده كتديني وحده ما يساليش هاد الكود. ها هي اسيدي اكسبريسيون كتقول لك خصك تلقى يا تيرم ومحد كتلقى يعني اديشن اوبريشن اللي هما الزائد والناقص وخصك تلقى تيرم تبعها. داكشي غادي نديرو عيط على تيرم فاش كتسالي محد سامبل كورون كيساوي بليس توكن ولا موان توكن راه هما الادوب. هاد لاغيكل منين جبناها هادي البدايه يعني هاد ادوب راه ممكن هنا تعيد ديريكت على ادوب ولكن شفنا حنا بعدا باش نبداوها خصنا نشوفوا هذاك السامبول اللي جاي خصو يكون يا بليس توكن يا موان توكن. كنعيطوا على ادوب وحيت سالي ادوب خدمتها خصنا نعيطوا على تيرم وكتبقى هذه ادوب اوبريشن تيرمز تتسالي. فاش تسالي اكسبريسيون خدمتها غادي تلقى نعاود رجعنا لهنا فين وصلنا كنا فوالا افيكتاسيون سالات هذه خدمتها غادي نعاودو نتيستيو هادي اللي هنا. يعني كتبقى فونكسيون كتعيط على فونكسيون. فهمتوا البرينسيپ؟ راه فونكسيون كتبقى تعيط على فونكسيون حتى كتسالي حتى كدوز على لي ريغل غراماتيكال كاملين صافي. هادشي اللي كاين. والسيت شنو دار؟ فاش عيط على البروغرام هاهي عيطنا على البروغرام وقلنا البروغرام غادي تدير الخدمه كامله وهي كتعيط على دي فونكسيون. والسيت دار واحد الخدمه شنو قال ايرا سامبل كورون كان هو الاندو فايل فالبروغرام راه كوريكتومون. فهمتوا يعني شنو؟ راه داز داك لي ريغل فيهم وحده بوحده توصل لا فان وما سينيلا حتى شي ايرور يعني البروغرام صحيح صافي. هذا هو البرينسيپ باش خدموا السيت. ايلز الا ما كانش الكود الاخراني اندو فايل ماشي هو اندو فايل يعني راه ما وصلناش للاخر. داكشي باش انا شنو درت ما عطانيش نفس الريزلت ماشي نفس الريزلت تخلط له قلت لكم الاندو فايل مع الفيشه نبرينت لكم شنو عطاني. فوالا عطاني برافو لو بروغرام اي كوريكت بروغرام شنو فوالا عطاني لو بروغرام اي كوريكت بروغرام اكزيكيوشن كومبليتد. هادي 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 سبب هادي هاد البارتي الاولى تافيشات في بروغرام ديك هاد لا فونكسيون كندير له قلت له راه وصل للبوان راه سالو. فهمتوني انا هي شي اشكال سامبل سويفون فاش قرا بحال خرج على الفيشي ما بقى لا اندو فايل لا فان دو فيشي. داكشي باش كيكزيكوت هاد الاخر ولكن راه رديتو البار غادي تلقاو ها هي غادي تلقى لي كاتب لي هنا فان دو بروغرام ايغوني والتوكن 27 وشنو هو الليكسيم اند يعني راه وصل للاخر يعني هاد السنتاكس كامله راه صحيحه حتى الاند. فهمتوا انا ما فهمتش علاش ما وصليش للبوان. داكشي باش هو السورس كود غادي نخليها لكم انا راه ملي كتبتو ما عاودش راجعتو صافي. واش فهمتوا البلان ولكن راكم فهمتوا البرينسيپ راه كارنت توكن يعني فوقاش البروغرام خرج في اند بقات له غير بوان. وانا شنو لاحظت فاش قلبت انا في هذه لقيت بان ها هو شفتوا الاندو فايل فين كانت راه كانت في 8 لقيت بان البوان ما كيأثرش يعني حتى هذا البروغرام هادشي اللي لقيت في الانترنت لقيت بان والله اعلم حتى باسكال ما عقلتش عليه عن اكزيكيتيه دابا بلاتي السنتاكسيك اهو شفتو عطى ايرور 13 عاود هاد المره ماشي ايرور ماشي ايرور 27 لا توكن 27 يعني في اند يعني ديك اند فاش كنعاود نعيط على كان عليا فاش نلقى اند ما نعاودش نعيط على سامبول حيت هو دروك دابا فاش كيوصل الاند وكان حتى دابا مازال 8 هذا هو الاشكال شفتو كيزيد. هذا هو اللي قلت لكم ما عرفتش حيت كيت اكزيكيوتا كيزيد داك السطر يعني هي من الاخر ديك اند ماشي هي الاند اوف فايل وراها واحد غوتوغا لا لين ولا شي حاجه ولكن راه برينسيبال موراه وصل اند راه تيكزيكيوتا. هذيك راه غير لوجيك ديال الاستاذ كيفاش غادي نتاكدوا بان هي وصلت حتى الاخر. انا ما كيوصلت انا كيوصل يا اما الاخر قل الكاركتر واقيلا كيوصل انا الاخر قل الكاركتر كاركتر خاوي بالحق ماشي شي حاجه. نتمنى تكونوا فهمتوا البرينسيب كيفاش خدام صافي. هذا هو البرينسيب ديال 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 ديال, ديال, ديال ليكسيكال. نقدر نزيد هنا واحد البارتي الاستاذ راه كان كيدير واحد لي زغبغ نقول لك بلان هون كيفاش البلان ديالهم راه بسيط غير مع كانوا ديزاربر هكاك مخربقين. هالاربر كيقول لك مثلا حنا في شنو حنا في لا غيغل عقلو ماشي نكتب السميات حنا نقولو راه حنا في لا غيغل بروغرام صافي كيعيط على لا غيغل بروغرام تدير خدمتها. في ديك لا غيغل بروغرام شنو كتقول لك؟ كتقول لك تيست الكاركتير الاول واش كيساوي بروغرام تيست الكاركتير الثاني واش كيساوي اي دي تيست الكاركتير الثالث واش كيساوي بوان فيرغول صافي وعيط على بروغرام. دابا كتمشي نعيطو على ديك بروغرام هي كتعاود تدير خدمتها. فهمتوا؟
كنعيطوا على ديك بروغرام، عاود ديك بروغرام كتعاود تعيط بحددها على دي فونكسيون، يعني قصدو بالمثلثات شنو هو؟ بحال ريكيرسيفيتي. هذا الكبير انا بلاتي ندير هكا، الكبير هو الله. هذا البروغرام الكبير هو بروغرام. دابا كي تيستي الكاركتر الاول واش كيساوي بروغرام، اللي وراه واش كيساوي اي دي، واش بوين فيرغول. من بعد كيعاود يعيط على واحد بحال المثلث هذا، بحال ريكيرسيف. هاد لا فونكسيون هي سميتها بلوك، ديك الفونكسيون اللي شفنا بلوك، هي كتعاود تمشي دير خدمتها. وفوقاش كنقول بان البروغرام تكومبيلا صحيح، غير وصلنا للكاركتر كور، وصلنا للخر، يعني عطينا الفيشي كامل وبقى كيدير هاد التريتمويات كامله من الاخر. راكو عقلتوا عليها في الكور، يعني كنلقاو لي فو ديال لاربر اللي وصلنا لها كاينه، يعني الي ان شوما باش نوصلوا لذاك البروغرام. يعني داك البروغرام ديالنا هذا اللي حطينا هنا كاينه واحد الفو، وديك الفو شنو فيه؟ كاينه واحد لاربر ولي فو ديالها، لي فو اش كاين كنخرب لي فو، يقصدي لي فو ديالها غتلقى بروغرام، تلقى تيست 11 بوين فيرغول كاد. هذا هو الاساس، يعني كتلقى واحد لاربر، داكشي باش كتكون ريكيرسيف. وفي اي نو وصلنا كنعيطوا على فونكسيون هي اللي كتعاود، فهمتوا، هي اللي كتعاود تزيد تكبر ديك لاربر. حنا كنكونوا هنا، كنكونوا في واحد لا فونكسيون، كنكونوا في واحد لونو اللي هو لاكسيون بروغرام، هو كيبقى يكبر ديك لاربر. عاود هاد لاربر فاش عيطنا على بلوك، هي الراسه مشات عاود كبرات لاربر. فاش عيطنا على انست، الراسه مشات كبرات لاربر. في الاخر شنو خصنا؟ كنلقاو بان بروغرامنا كاين في واحد ليفو قصدي، ما ديروش عليه راه فايق. يعني كتلقى بروغرام تيست 11 بوين فيرغول، هادشي كامل، يعني البروغرام كامل قادر يتقرا في واحد ليفو. هادي هي الكومبيلاسيون ليكسيكال، سانتاكسيك وليكسيكال. نتمنى انكم تكونوا فهمتوها، وهنا قلت لك السورس كود غادي نخليها في الديسكريبشن لتحت. والمهم اي تساؤل كان فحنا راه الاشاره.